يا اهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا ساره محمد. النهارده هنعمل مع بعض وصفه كلنا بنحبها كبار وصغيرين، وهي صوابع زينب. هنعمل احلى صوابع زينب، كوبايتين بس من الدقيق. هنعمل طبق حلو كده محترم، ينفعنا بقى لو عندنا ضيوف او مثلا هنوديه لحد بره، طعمه بيكون حلو جدا. وهنعملها بطريقه بسيطه، يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا ايه. كوبايتين من الدقيق، كوبايه من دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه اللي هو دقيق السميد، ربع كوبايه من الزيت، 3 ارباع كوبايه من الميه، رشه فانيليا، معلقه صغيره من الخميره، سكر، ميه، ليمون. المقدار كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصير نص ليمونه للشربات. دلوقتي هعمل الشربات الاول عشان يغلي، وبعدين نشوف هنعمل العجينه ازاي. هحط كوبايتين من الميه، هنحط السكر، هقلب الاول على البارد كده قبل ما ارفعه على النار، لازم اقلبه كويس. بعد ما حطيت الشربات بتاعي على النار هستنى ان هو يغلي وبعدين اضيف له الليمون. دلوقتي بقى هعمل ايه؟ هعمل العجينه. هحط كوبايتين من الدقيق اللي هو بتاع جميع الاستخدامات، كوبايه السميد، رشه فانيليا، معلقه صغيره من الخميره، واخر حاجه ربع كوبايه من الزيت. هقلب بقى كل ده كويس مع بعض الاول. خلاص هبس بقى الدقيق كده مع الزيت مع كل الحاجات دي كويس مع بعض عشان تطلع معايا بتدوب كده في البق، وهبدا بقى احط الايه الميه. دي كوبايه الا ربع من الميه، هي تقريبا هتحتاج باقي الميه. هحط كده بس كده، لميت العجينه هي بتكون يابسه كده. هغطي بقى العجينه بتاعتي واسيبها حوالي نص ساعه تتخمر، وبعدين هنرجع نشوف هنعمل ايه. الشربات دلوقتي زي ما احنا شايفين بيغلي، هحط بقى عصير نص ليمونه واسيبه بقى يقعد معايا، عشان انا بحب يعني لازم الشربات يكون تقيل. ده شكل العجينه بعد ما اتخمرت، هلمها بقى كده تاني. هبدا بقى اخد منها كوره كده ونشوف نشكلها ازاي. احنا هنشكلها ازاي عشان تدينا شكل صوابع زينب اللي احنا بنجيبها من محلات، انا هستخدم البصومه بتاعت الكحك. ايه تاني بيدينا نفس الشكل؟ في مصفه كده بتبقى بنفس الشكل نقدر نشكلها عليها. هنحط بقى حته عجينه كده، وهنعمل ايه؟ هنلمها كده من هنا ومن هنا ونطلعها بالشكل ده. انا خلصت كده كل كميه العجين تشكيل، هنزل بقى بيه في الزيت. دي علامه من علامات نجاحها ان هي اول ما بنزلها بتطلع على طول لفوق. هفضل بقى اقلب طول ما هي على النار عشان كلها تاخد لون واحد. خلاص كده هي اخدت لون ذهبي، هبتدي بقى ايه اشيلها من الزيت كده، بس لازم اصفيها كويس. الشربات بتاعي برد، وده قوامه تقيل كده مش خفيف قوي. هاخد بقى من هنا كده، هنا كده على طول. فاول ما انزل اقلب على طول عشان تتشرب من الزيت. انا بسيبها حوالي يعني 5 دقايق في العسل، مش بشيل على طول، عشان احنا زي ما شفنا العجينه كانت سميكه شويه، فهتاخد وقت لحد ما تتشرب كويس من العسل. ده شكلها بعد ما طلعناها من الشربات. الصوابع زينب مقرمشه قوي من بره وطريه جدا من جوه. انا بقى عندي هنا فستق عشان اكسر بيه اللون شويه. ده شكل صوابع زينب بعد ما خلصناها، سهله جدا بسيطه، طعمها حلو قوي. يا رب تكون عجبتكم، اشوفكم في حلقات تانية. باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.